يعني اصبح ما دارش سيدنا انه شريك رسمي للكل، هو فعلا شريك رسمي وفعلا المجتمع المدني يعني حقيقي ملي كتكون الوقيته ديال انه يبان كما فما ينبغي يعني بالقوه ديالو بالتاثير ديالو راه كيعطي يعني الحمد لله. هاد الوجوه اللي شفتي سيدي الرئيس وكاين واحد اخرى اللي ما تمكنش انهم يجيو لدارك العمل او لا انا ما تيتواجدوش ما بينا. كاين مشروع ان شاء الله ديال التنسيقيه ديال الفاعله في الجمعويات النسائيه. علاش اختصناها نسائيه؟ باش نقدروا كما قلتي كل واحد يشوف الاختصاص ديالو. الا شدينا المراه وفهمنا المراه بجميع المجالات اللي هي الصحه التعليم كذا كذا نقدروا نعاون، ولكن الا جينا اننا نكونوا مشتتين وما نتخصصوش كذا ما نعطيوش مزيان. انا دائما في خدمتي يعني في العمل الجمعوي والاخوات اللي كانوا شركاء معايا على طول هذه المده غادي يكونوا درتي، انا دائما كنحترم ذوي الاختصاص. صراحه انا تفاجات لان كانت تواصلت معايا استاذه صفاء يعني كمنسقة ديال عده فعاليات جمعويات كجمعيات تقريبا شي 6 الجمعيات النسائيه، قالت لي عندنا بغينا كنطلبوا اننا نشوفوك يوم الخميس، هادشي غير البارح. قلت لها زعما مرحبا، غير انا عندي واحد النشاط غنكون متاخره فيه، وبقات مصره على انني نجي باش ندير معاهم لقاء، لبيت باش جيت نحضر معاهم، والا كنت فاجئ انهم دايرين لي احتفال، وكنت صراحه سعيده بهذه المبادره اللي كانت هي صراحه انسانيه قبل ما تكون يعني قبل ما تكون اجتماعيه ولا قبل ما تكون يعني عندها علاقه بشخصنا، الا انهم يعني شافوا بان في اليوم الوطني للمراه المغربيه انهم يحتفلوا برئيسه مجلس العماله، فهذا صراحه شرف ليا وكنفتخر به وشرف كذلك النساء المغربيات انهم يعني كينضلوا في الساحه سواء السياسيه او كذلك الاقتصاديه ولا الجمعويه، وهذا كيدل على ان المراه دائما حاضره يعني في جميع المجالات، والقوه ديالها اليوم يعني ما كنشوفوهاش فقط غير بالحضور ديالها، فكنشوفوها كذلك بالطريقه ديال التدبير ديالها وبالطريقه العقلانه يعني في حل عده ديال المشاكل اللي سواء كتكون تدبيريه ولا تنظيميه، وهذا ما كيزيدنا الا دافع اننا نزيدوا ان شاء الله يعني نعطيو الجهد اكثر لان بلادنا محتاجهنا اكثر. يعيد لنا الاشتراك الى كلنا كنهضروا على مغرب واحد، على بلاد وحده، على مخطط ديال 101 كنا غاديين فيه، عندنا توجهات ديال سيدنا الله يسعو وخدامين عليها، كل شيء خدام فيه، كل شيء بجميع المكونات. معكم صفاء ايتي من مدينه الصخيرات، فاعله جمعويه، رئيسه جمعيه اوراق الحناء لتنميه المراه. اليوم كنحتفلوا باليوم الوطني للمراه، وضمن الاحتفاليه درنا تكريم في جو اسري للسيده رئيسه مجلس العماله. كنعتبروها انها واحد المراه اللي وصلت لواحد المنصب اللي هو منصب يعني خاص واحد القوه وواحد الجهد، وتبارك الله يعني سيرته بواحد الشكل اللي هو ما شاء الله كنشوفوا المجهودات ديالها. واليوم كانت فرصة أننا نعرفنا لها على حبنا وعلى تقديرنا لمجهوداتها، وفي نفس الوقت تكون فرصة لأننا نزيد نطلب منها أنها جهد أكثر وتعطي أكثر من طاقتها ومن مجهودها. السلام عليكم، معكم أستاذة بهيجة رئيس جمعية نور الزهر التربية والأعمال الخيرية. بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية 10 أكتوبر، ارتأت مجموعة من الجمعيات النسائية بعمالة إقليم صخيرة تمارة، ارتأت أنها تدير واحد المفاجأة للسيدة رئيس مجلس العمالة اعتماد الزاهدي، والحقيقة كانت مفاجأة رائعة. يعني هي استغربت أننا كنا قلنا لها راه غنديروا معك واحد الندوة، ووجدنا اللقاء الحمد لله وكل شيء كان زوين، وهي تفاجأت بهذا الاحتفال وبهذا التكريم اللي درنا لها، وهي كذلك كتستاهل هذا التكريم لأنها رمز للمرأة المناضلة اللي تحملت المسؤولية وتحملت رئاسة مجلس العمالة صخيرة تمارة. يعني مسؤولية هي كبيرة لأن والحمد لله المرأة المغربية دائما قد المسؤولية. وشكرا. الحدث الإفريقي معكم من قلب الحدث.